من ولاية تينيسي، معكم كريستين ووكر من ABC نيوز، ومرحبا بكم للمناظرة الأخيرة للسباق الرئاسي بين الرئيس ترامب والنائب الرئيس الأسبق جو بايدن. وهذه الليلة التي قام عليها لجنة رعاية الانتخابات، والتي قامت بالتنسيق حول تقديم هذه اللجنة تحت اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، وتم التأكد من أنه لا يتم أي مقاطعة للمناظرة بين الرئيسين المحتملين. مساء الخير. وأود أن أقول أنه مساء الخير لكلاكما. هذه المناظرة التي ستقوم بتغطية ستة موضوعات مختلفة، وبكل موضوع منهم سيكون لديكم دقيقتان للرد دون أي مقاطعة. سيكون هناك أيضا إغلاق للمكبر الصوت والميكروفون عندما يقوم أحد منكم بالرد على السؤال. ولكن بالنيابة عن المصوتين، أريد منكم رجاء أن تقوموا بالرد على الأسئلة، لأن هذه هي المناظرة التي ينتظرها الجميع. وهذا إذا كنتم مستعدون، دعونا نبدأ بالحديث عن محاربة وباء كورونا. السؤال الأول لك سيدي الرئيس. كما تعلم أن هناك حوالي 40,000 مصابون بالمستشفيات، بالإضافة إلى الأرقام هنا بولاية تينيسي. كما تعلمون أن هناك حوالي 16,000 مواطن أمريكان فقدوا أرواحهم. كما تعلم، ما هي الخطة في الفترة المقبلة؟ لديك دقيقتين. كما تعلم هناك حوالي 2.2 مليون شخصا كان متوقع أن يلقوا أرواحهم، ولكن إذا كنا نتحدث عن أفضل الأنظمة الاقتصادية بالعالم، هذا الوباء الذي أتى من الصين، هذا وباء عالميا. كما تعلمون أنه أيضا أطاح وضرب كافة المناطق. إذا لاحظتم أن كنا نتحدث عن معدل الوفيات قد تقصى بمعدل 5%، وأنه أيضا يقوم بإنقاصه لربما مقارنة بالدول الأخرى. نحن نقوم بمحاربته بكل ما لدينا من قوة. وإذا كنت حدث عن الموجة الثانية في تكساس، وإذا كنت أيضا كان هناك تفشي آخر في أريزونا، ولكن جميعهم انتهوا. هناك أيضا بعض من لربما الوباء الذي يبدأ الظهور مرة أخرى في بعض الولايات الأخرى، ولكن نقوم بمحاربة بشتى ما لدينا من خلال عمليات للتعامل على انتشار ونشر حالات الاحترازية والمكافحة. دعينا أقول أنني كنت بالمستشفى ولكن تحسنت حالتي، وكان لربما أيضا تم إعطائي بعض من العقاقير. لربما بعض الأشخاص قالوا أنها كانت إحدى العقاقير الفعالة. دعيني أقول أنه لولا ذلك لما كنت بينكم اليوم، وهذا لم يتخذ مني شهور لكي أتعافى. ولكن دعيني أقول أيضا أن هناك عدد كبير من المصابين تتحسن حالاتهم، وهذه مشكلة عالمية، مشكلة عالمية. ولكن دعيني أهني بمقدمة على كافة الدول. كنا نتحدث على ما قمنا بتقديمه وبتوفيره وكل الأمور التي قمنا بتغطيتها. نحن لا نقوم بتقديم ملايين ونشر المئات من أجهزة التنفسية، ولكن نحن نقوم بتحكم في الأمر حتى ينتهي. حسنا، وسؤال الآن إليك سيدي نائب الرئيس، كيف لك الرد؟ 200,000 من الأمريكان قد توفوا، واسمعوني جميعا هنا، من هو المسؤول عن عدم السيطرة؟ ومن هو الذي يقول أنني لا أتحمل المسؤولية؟ ومن هو لا يتحمل المسؤولية؟ كل هذه الوفيات فإنه غير جدير أن يظل رئيسا. أكثر من 70,000 حالة جديدة كل يوم. عندما نقارن ما يحدث في أوروبا،
فإنهم في أوروبا يبدأون بمعدل خفيف، ولكن ها نحن في أمريكا نبدأ من معدل مرتفع جدا. وإن مجرد لبس ارتداء هذه الكمامة كافي بأن يحمي حياة الكثيرين، ولكن من الواضح أن سيادة الرئيس ليس لديه خطة. وإني أكثر شخص أشجع الجميع على ارتداء الكمامة هذه، وإذا توليت زمام الأمور فإني سأحارب وسأكافح من أجل أن يتم التحليل لكل شخص ممكن أو معرض لأن يصاب. ولكن في الواقع أننا أجد أن في الواقع أن الرئاسة لم تستجيب بشكل كافي لهذه الأزمة، وإني سأتبع زمام الأمور. رئيس ترامب، أريد أن أتابع معك حول تقديماتك التي قمت بذكرها، أنك قمت بإطلاق العقاقير، وأنك أيضا ذكرت أنه سيكون في غضون أسابيع سيكون هناك جادا للمصلحة. هل هذا تأكيد؟ لا، ليس تأكيدا، ولكن أود القول أننا بالفعل قمنا بالعمل على تقديم من خلال جونسون أند جونسون إحدى وأيضا موردرنا وفايزرز، وأيضا لدينا العديد من الشركات الطبية الأخرى التي تعمل على بدء وساق على تقديم المصل في أقرب وقت. حسنا، لكنك ذكرت أن هذا سيكون متاحا خلال أسابيع، وأيضا ذكرت أنه سيكون متاحا بأقرب وقت وسيتم تقديمه توفيره لكافة الأمريكيين. هل هذا الوقت تعتقد أنه وقتا ملائما ودقيقا؟ نعم، أعتقد أنه ما أقوم بعمله وهو العمل على التأكد من إتاحة كافة اللوجستيات وتوصيل وتوزيع المصل لحوالي مئات الآلاف، وفور توفره سوف نقوم بتقديمه. حسنا، هل تعلم أنه إذا كان هناك بالفعل توفر وتم بالفعل إضافة والموافقة على المصل؟ سأتأكد أن أكون وأن أضمن الشفافية من قبل الخبراء من قبل الأخصائيين، لأن في الواقع هناك الكثيرين الذين يقولون لا داعي للقلق، ولكن نحن مقدمون على شتاء قارس وشتاء، ويهمني بالفعل أن يكون هناك مصلا متوفرا لكافة الأمريكيين. سيد رئيس ترامب، لديك الحق في الرد. حسنا، أنا أعلم نحن هنا بخدمة الدخول في موسم الشتاء، نحن بالفعل على علم بما نحن على وشك الدخول فيه. عندما علمنا في بداية أن هذا الوباء كان من بداية يناير الذي جاء من الصين، كنا لا نعلم أي شيء عنه، ولكن الآن كما تعلمون كنا نستطيع أن نتحرك أسرع إذا كنا نعلم أمورا شتى عنه، ولكن لربما كان يستطيع أن لا يتخذ أي إجراءات أسرع مني. كما تعلمون أنه كان كارثيا هذا النوع من أو هذه الأرقام، أن يكون هناك 7000 مئات الأشخاص الذين كانوا قد لقوا حتفهم بالفعل عند بداية تفشي هذا المرض. انظري معي، إذا كنا نتحدث أنه من هو الشخص المنوط بحماية الأرواح، إذا كنا نتحدث عن أمر كارثيا، أمرا مريعا، أمرا شنيعا، هو يأتي اليوم ويقول كيف لك أن تقوم بذلك؟ أيضا كل شيء يقوم بالحديث عنه، كل هذه الحركات التي يقول أننا كنا لا يجب أن نتخذها، قمنا بفعلها، قمنا باتخاذها، ولكن هو كان متأخر عنا. ما هو ردك سيدي جو بايدن؟ إذا كان هو فعلا يحصل بالزينوفوبيا، فإننا إذا كنا نقارن ما فعلنا مقارنة بأربعين دولة أخرى، فإن ستجد أن المقارنة بالفعل ظالمة لكافة الجهود التي تمت، لأنه في الواقع قال لا وادعى أن هناك شفافية، وادعى أن الصين كانت لديها شفافية، وأنه ينتظر أن نشكره، لأنه في الواقع
إننا في حاجة بالفعل أن نحصل على وسيلة لحماية شعبنا، ولكن في الواقع إننا إذا خرج هو من المستشفى منتصرا وقد طهر المرض، سيدي رئيس ترامب، رد فعلك على ذلك؟ حسنا، لم يكن هناك لدينا أي خيارات، لا نستطيع أن نقوم فقط بغلق الحوض علينا ونمكث دون أن نتخذ أي إجراءات، لا نقول أن هناك مجرد العيش داخل القفص، هذا ما يجب أن نعمله. أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك، أنا لا أستطيع أن أغلق نفسي وأغلق عائلتي من ممارسة الحياة، لا نستطيع أن نقوم بذلك، لأن كما تعلمين كل اجتماع أقوم بعقده ألتقي بعدد من الأفراد وعدد من الأسر، حتى من الأسر للأفراد العسكريين. دعينا نقول أنه ربما سيكون أمرا خطير إذا قمنا بقمع نفسنا وغلق نفسنا. أنا تعلمت العديد من المستشفيات ومن الأطباء. كما تعلمين أنا بالفعل تعافي، كان هناك حوالي 99% من الأفراد المصابين تموا بالفعل شفائهم من الإصابة. فيجب أن نقوم بإعادة فتح البلاد، يجب أن نقوم بفتح البلاد وإلا سوف نفقد البلد. أنا أيضا أعلم أن الأطفال الآن أيضا يمكن أن يتم إصابتهم بالوباء. حسنا، فيما يتعلق بالاستراتيجية لديك 30 ثانية للرد. حسنا، يقول أننا سنعيش مع المرض، وفي الواقع أن جميع سيموت مع المرض. انظر إلى ما يحدث كل صباح، هناك من ينتظر أن ينتصر ويهزم المرض، ولكن في الواقع أنه يفاجأ أنه قد توفى اليوم التالي. وعندما نتحدث عن خطر فإن فعلا أن هذا خطر داهم، وثم يقول إنني لا أتحمل المسؤولية. ما تتحدث عنه؟ معذرة، أنا مسؤولا وأقوم بتقديم كافة التزاماتي. هذه ليست خطأي، هذا ليس خطأي على الإطلاق، ولكنه خطأ الصين الذين قاموا بمنع، لم يقوموا بالسيطرة والإحكام على الوباء من انتشاره بكافة العالم، بالإضافة إلى أوروبا نفسها التي تم أيضا انتشار الوباء بها. إننا عندما ضربنا هزمنا المرض فإننا قال لا داعي للقلق، إنه سيمضي وسيزول. وهناك من واجهه بالحقيقة، ولكن في الحقيقة حتى اليوم إنه يظن أننا قد سيطرنا على المرض، بينما لدينا الملايين الذين يصابون. دعيني أقول، لربما أنا كنت فقط أمزح، ولكن دعونا ننهي هذه القصة. عندما قمت بإغلاق قال أنه لم يكن علي أن أقوم بإغلاق، وربما هذا لم يتخذ مني عدة شهور حتى في شوارع سان فرانسيسكو. وعندما قمت بالإغلاق قال تعلم يجب أن تغلق شيئا، هذا أمرا جنونيا. ولكن لأنني كنت أقوم بالإغلاق بسبب ما جاء من الصين، الآن يقول أنه كان لا يجب علي أن أفعل ذلك. هو دائما يعارض ما أفعله. عندما أغلقنا حسن، أود أن أتحدث عن الاستراتيجيات المختلفة لكلاكما. كما تعلم أنني أغلقت الحدود، هذا واضحا. حسنا، دعونا نتحدث عن استراتيجياتكم المختلفة بالتعامل مع ذلك. سيدي الرئيس، كنت تقول أن ما قام به العلماء من التوصية أن يتم إغلاق الحدود في حالة الأثار المترتبة على الاقتصاد وحالة التشرد والمجاعات، كيف لك أن ترد على هذا في حالة الإغلاق؟ إنني سأغلق الباب أمام الفيروس، ولكن لن أغلق الدولة، لن أغلق، لأننا أعلم جيدا أن كافة أن التعليم يجب أن يمضي قدما، ولكن من المفترض أنه كان من المفترض أن يناقش نانسي بيلوسي عندما واجه هذا، لأننا عندما نتحدث عن بلايين الدولارات التي، ولكن لم يكن لديك علما بإغلاق المتاجر لأن في الواقع أن هناك معايير، والمعايير هذه يجب أن تطبق على كافة طبقات المجتمع.
وهناك من يقول مثلا لا تفتح الحانات ولا تفتح ولا تفتح وسائل الترفيه، ولكن هناك من الفعل فعلا امامنا القدره لان ننطلق فعلا. لان مثلا خذ مثلا المدارس، فان هناك الكثير من الاموال التي تنفق في التعليم، وطبعا كل هذا يضعهم في خطر. دعونا نتحدث عن المدارس. حسنا، هل لي أن أرد على ذلك؟ نعم، شكرا جزيلا لك. انظر، ما يتحدث عنه هنا هو فقط يتحدث عن إغلاق. دعونا نتحدث عن، إذا كنا نتحدث عن نيويورك، وإذا رأيتم ما يحدث بكاليفورنيا وما يحدث ببنسلفانيا وبنورث كارولينا، إذا كنا نتحدث عن الديمقراطيين، ما يفعلونه هم يقوموا بالإغلاق ومن ثم يقوموا بفقد أرواحهم. ما يتحدث عنه من خلال الإغلاق، نحن لن نقوم بالإغلاق، يجب أن نقوم بفتح المدارس. يجب كما تعلمي أن لدي ابنا صغيرا والذي أيضا كانت نتيجته إيجابية، ولكنه مجرد أن يكون مثالا للأطفال ولصغار السن أنه ما زالوا يستطيعوا الشفاء. حسنا سيدي الرئيس، إذا كنت أتحدث أنه بالأمس بوستن بكيم وهي آخر دولة قامت باتخاذ التعليم عن بعد، ما هي مسائل، ما هي ردك على الآباء المعنيين بحماية أولادهم؟ حسنا، سأقوم بفتح المدارس وإتاحة الفرص للمعلمين أن يقوم. يجب أن يقوم بجعل بلدنا مفتوحة وإلا سنفقد بلدنا. لا يجب أن يتم إغلاق البلد ويتم إغلاق الاقتصاد. الأفراد يفقدون أعمالهم ويفقدون أموالهم، وهناك تزايدا في حالات الانتحار وحالات الإحباط والاكتئاب، ولهذا فيكون الأمر ربما أسوأ فيما يحدث فيما بعد. هو يريد أن يقوم بالإغلاق، إغلاق البلد، إذا كان هناك شخصا واحدا وسط العديد والذين يتمتعون بحياتهم. ليس لنا صحيح أن نقوم بالإغلاق. إننا نعمل معنا من أجل أن يكون أمامنا مجتمعا مفتوحا. لأنك مثلا إذا كنت مثلا تود أن تمضي قدما في قطاع الأعمال، يجب أن يكون لديك وسيلة للتواصل بين الأطراف، وأن قد تستطيع أن تضمن أن يكون وسائل احترازية وأن تضع عوازل بين العاملين، ولكن عليك أن تتبع المرض وأن تتابع الحالات المختلفة ومن حامل المرض، ولكن علينا أن نطمئن أن هذا الانفتاح يجب أن يكون أمنا. وهنا نغفن يقول لا داعي للقلق. سيد رئيس ترامب، دعيني فقط، إذا كنت تتحدثي عن ما يحدث في نيويورك، الأمر مختلف تماما. كنت تحدث عن الحاجز الزجاجي، هذا ما سيمنع الناس من فقد أرواحهم. كنت تحدث عن الحاجز الزجاجي، إنه خاية في باهظ الثمن. إذا كنا نتحدث عن الحواجز البلاستيكية، نحن نتحدث عن أفراد قد يفقدوا أرواحهم. ولكن دعونا نرى المثال المطبق بنيويورك، هذه المدينة الرائعة الجميلة التي نرى أن كافة الأفراد الآن يتركوا نيويورك. إن المنحنى ينخفض في نيويورك. في الواقع إنني أنظر إلى الأشياء بطريقة مختلفة عنه، لأنه في الواقع انظر إلى ارتفاع عدد الحالات والمنحنى في عدد من الولايات، لأن هناك ارتفاع في الحقيقة مضطرد. وفي الواقع أن عندما أقول ارتدي الكمامة، وعندما أقول أن لكافة الأعمال عليها أن تتخذ الإجراءات الاحترازية، إن هذا لا يحدث إلا معي. قد فقدت أكثر من 40,000 شخصا، 11,000 شخصا. دعينا نلقي الضوء على ما يحدث بنسلفانيا. انظر ما يحدث مع صديقك في ميشيغان.
إذا كان هناك أيضا أسرة ولديها زوجا مصابا إنها لربما تعتبر سجنا. انظروا ما يحدث بنورث كارولينا، هناك لا نستطيع أن نستمر في عمل ذلك، لا تستطيع أن تقوم باستمرار في الإغلاق. جو، يجب أن نقوم بحماية أنفسنا وحماية كبار المسؤولين وحماية هؤلاء المرضى الذين يعانوا من أمراض مزمنة مثل أمراض السكري. ولكن دعونا ربما قبل الانتقال للنقطة الأخرى، دكتور أنتوني نوشنز والذي قال أن هذا المرض الذي يعد كارثيا والذي يساعد في نقل العدوى سريعا، إذا كنت لا تستمع للعلماء والأطباء من تستمع له؟ حسنا، أنا أسمع إلى الجميع، ولكن ما ذكره أنه لا يجب أن نقوم كما تعلمين، لم يكن أننا يجب أن نضع قناعا. أعتقد أن هذا لربما أنه من خلفية ديمقراطية، لربما هذا ليست مشكلة، ولكن ليس هناك مشكلة عندما يقول جو أنني قلت أن دكتور أنثني فاونشي قال، وأن العديد أيضا يقول أنه لا أحد يعلم ما هو الأمر، لا أحد يعلم قبل هذه الدروس التي تعلمناها بالفعل من الممارسة. لم يذكر أحد أننا يجب أن نقوم ب نزع القناع، هذا هو الأمر. كما تعلمي أن لربما هناك مجال لحدوث أخطاء، أي شخص قد يرتكب أخطاء. حسنا، دعونا ننتقل للنقطة الثانية. انظروا إلى ما كان يعرفه في شهر يناير الماضي، لأن في الواقع قيل آنذاك أن هذا الفيروس لا ينتقل عبر الأثير والهواء، ولكن في الواقع اختلف الأمر بعد ذلك. وفي الواقع أنه كان يدرك تماما ما هي قدر خطورة وماذا خطورة هذا المرض، ولكن لم يصبه الزعر في البداية، ولكن الزعر بدأ يزداد. وعندما قال العلماء أن هناك داعي بالفعل لإثارة القلق، فإن قال أن هذا بالفعل هذا ما كنت هذا ما كنا نقوم بالحديث عنه، أن إذا كنت تأخذ الأموال من روسيا، أنا لا أخذ أموالا، أنت قد تناولت العديد والعديد من الأموال الطائلة، وفي كل الأمور التي كنت تكلم عنها أموال، أنا لم أتحدث عن أموال. كما تعلمون أن معظم الأفراد لم أقوم بالحديث مع كل الشركات الكبرى بأمريكا، أنا لا أفعل ذلك لأن هذا يضعني بموقف حرج، وأنت تقوم بالحديث عن وول ستريت لأنك أنت الشخص الذي يقوم باتخاذ الأموال من وول ستريت، ولكن أنا لم أعمل هذا. أنا أستطيع أننا نحن لسنا بحاجة إلى الأموال. إذا كنا نتحدث عن هيلاري كلينتون بالأموال، حسنا عن سادتي، إذا كنا حسنا عن نحن نقوم الآن بالانتقال للنقطة الثانية وهي الأمن القومي. دعوني أتحدث بحماية الانتخابات وبالأنباء المتناولة بالأمس حول روسيا والإيران. دعونا نتحدث عن أن كافة الدولتين كان لديها أيضا معلومات التي تتحدث أن إيران لديها عدة رسائل للمصوتين من فلوريدا. لديك دقيقة لرد دون أي مقاطعة. واضحا، وإن أي دولة لن تؤثر على الانتخابات الأمريكية، وإذا حدث ذلك فإن تلك الدولة ستدفع الثمن غاليا إذا كانت روسيا قد انخرطت في وقد أثرت على الانتخابات الأمريكية، وإذا كانت الصين قد فعلت ذلك، فإنني دعني أقول أن السيادة الأمريكية يجب أن تظل الأولوية القصوى، ولكن إني أجد أن هريمي لم يتحدث عن ذلك، وفي الواقع إنني من المتوقع أنه كان سينطلق في الحديث بهذا الصدد، ولكنه نحن أصبحنا في موقف، أصبحنا نحارب الدول الأخرى في حين أننا يجب أن نركز على انتخاباتنا ذاتنا. ولكن هناك من قال أنه سيفعل، ولكن هذا، وقيل أن
قد تم تغذية الأنظمة أن في الواقع أن روسيا لم تتدخل، بينما في الواقع أن هناك من يؤكد أن روسيا لن تسمح لي لأن أنتخب، وفي الواقع بينما أعلم أن هذا بالفعل سيحدث. وإذا دخل في حروب مختلفة مثل أفغانستان وما إلى ذلك، فإن لا أتساءل لماذا لا يوقف تلك الحروب، لأن في الواقع أؤكد أن كل من يؤثر على انتخاباتنا فإنه يدفع ثمن غالي. سيادة الرئيس ترامب، لدي بالفعل سؤال، ماذا ستفعل في الدورة القادمة؟ حسن، دعيني أرد بالحديث عن الجزء الأول. كنا نتحدث أن هناك كما ذكر جو بايدن هناك حوالي 100 مليون دولار التي تلقيناها من موسكو من روسيا من زوجة. إذا كنا هناك كما تعلمون أن أسرتك حصلت على 100 مليون دولار، أنا لم أحصل على أي أموال من روسيا على الإطلاق، ولكن كنا نتحدث عن أنباء ليلة أمس، أنا لا أعلم أي شيء عن هذا. كما تعلم ربما جون هو أحد الخبراء المعنيين والذي قال أن كلا الدولتين كما تعلم أنه لا أحد يقوم بالحديث عن العقوبات التي تفرضها روسيا. إذا كنت أتحدث عن كل ما قمت بتقديمه مع حلف الناتو، أنا لا أتحدث عن هناك حوالي 100 مليار دولار. هذا أنه كما يقوم بالبيع لروسيا، أنا لا أتحدث أنه لم يكن هناك أحدا أكثر حدة مع روسيا أكثر من دونالد ترامب. دعيني أقول أنهم قاموا بالفعل باتخاذ، ربما إذا كنت تتذكر معي جون، هل كنت تتذكر أنه أثناء فترة حكمك مع باراك أوباما، هل تعلم أنه ما حدث بأوكرين أنه كنتم تحصلوا على العديد والعديد من الأموال، كانوا يدفعوا لكم العديد من الأموال، ولكن الآن بما نحن بصدها اليوم وهو أسوأ على الإطلاق، أن كافة المراسلات مشينة التي تتلقاها أنت وأسرتك، وكتعلم أيضا أنه ربما عند حدوث هذا شيء مثل هذا ليس شيئا كان يجب على الإطلاق أن يحدث، ولست منوطا بأن أقوم بشرح هذا للأمريكيين، لست أنا من يقوم بشرح ما تقوم فعله أنت وأسرتك، ولكن كما تعلم أنه بدون الحديث عني أعتقد أنه يجب أن تقوم أنت بالحديث مع الأمريكيين اليوم وتخبرهم بشأن هذه الأموال. نعم الرئيس بايدن، تتفضل بالإجابة. لم أحصل على أي أموال من الخارج. اسألوا هذا الشخص إذا حصل على 50 ضعف من الأموال التي كان مقررا أن تذهب إلى الخزانة الأمريكية ولكنه حصل عليها من الصين. ولكن النقطة الثانية إنه رئيس في الواقع لا 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 يقدم أي ذمة مالية أو أي عوائد على الضرائب. ما الذي تخفيه؟ لماذا لا تفصح عن الضرائب التي تقوم بسدادها؟ فإن كل ما حدث في روسيا، كل الفنادق التي قمت بالنزول بها، لماذا لا تتحدث؟ ماذا يحدث؟ لماذا لا تفصح بالفعل عن ضرائبك؟ حسن، بداية أنا قمت بإغلاق حسابي وقمت بإغلاقه حيثما ترى لذلك، ورأيت أن هذه الشركة كانت ناجحة، ولكن أهم من ذلك أن كنت أتحدث أن هناك حوالي 750 ألفا دولارا. قمت بالسؤال عن ذلك الأسبوع الماضي، ماذا قمت بتقديم؟ قاموا أنني قمت بإضافة أو بدفع الضرائب بما يعادل ملايين الدولارات، قمت بدفعها مقدما. ربما ظنوا أنني يجب أن أقوم بدفع الضرائب، لم يخبرني أحدا ذلك، لكنني قمت بدفعها مقدمة. دعيني أخبرك أنه إذا كنت حدث عن هناك حوالي 750 ألفا دولارا، هذا ليس رقما صحيحا. أنا قمت بدفع بالفعل ملايين
ملايين وملايين من الدولارات للضرائب. مرة أخرى دعني أؤكد أنني لم أحصل على أي أموال من الصين ولا من أوكرانيا ولا من روسيا، ولكنك أنت تحصل على هذه الأموال. وأيضا ابنك كما أعطاك ربما تصريحا أنك يجب أن تكون تعطيه ربما 10% لابنك الأكبر. أعتقد أنه ابنك الأكبر، أعتقد أنه ابنك الأكبر. حسنا، قد وافق ابنك على أن يحصل على 10% من هذه الأموال. هذا أمرا مريعا. هنا لدي أسئلة لكلا الطرفين. أنت لقد تحدثت مع المحاسب الخاص بك عن بمجرد أنا حافظتك الضريبية. كنت بالفعل تمت معاملتي على أسوأ حال، لأن كنت أتحدث عن معاملة الأمريكيين. كما تعلم أنا كنت أسوأ من تم معاملتي في شأن الضرائب، قامت بمعاملتي بشكل غير عادل. كانت بيننا مقايدة، ولكنني كنت كما تعلمي بدفع الملايين والملايين من الدولارات. وأيضا بالبنك بوستن بانك قاموا أود أن أسألكم عن الخرطة الأجنبي والتأثير الأجنبي على ذلك، لماذا لم يقل ذلك على مدار 4 أعوام من فترته الرئاسية؟ أنا لا أتلاعب بكلام. لا زلنا لا نعرف أي شيء عن الضرائب التي يسددها الرئيس الأمريكي. أنت بالفعل إن كنت تدفع الضرائب فأنت تدفع قدرا ضئيلا، وإنه يقول أنه يستطيع أن يقهر النظام الضريبي. سيادة الرئيس ترامب، ثم لدي سؤال. بالتأكيد حسنا، أنا كنت أتحدث لمدة 3 سنوات، والتي بدأت حتى من قبل انتخابي، وعلى الرغم من حملتي انتخابية والتي لم يكن أي رئيس سابقا أن يقوم بمواجهته. كما تعلمين أن هناك حوالي عديد من الوكالات والديمقراطيين الذي قاموا بدفع أو بحديث عن كافة الضرائب، ولم يكن هناك أي ما يقوم بتقديم حول 48 مليون دولار. كما تعلمي أنه إذا كنا نتحدث عن هذه الأموال التي تقوم أسرتك وأخوك أيضا الذي يقوم بالحصول على العديد من الملايين من الدولارات من العراق، وهذا كله من خلالك يا جو، وأنت أيضا تعيش في حياة خاية من الرخاء. لدي بعض الأسئلة عن هذه البلد. نائب الرئيس بايدن، قيل أنك كان لك علاقة بعض الشركات الخاصة بالطاقة في الصين وفي روسيا. في الواقع أنني لم أقم بأي عمل مخالف للأصول. في الواقع أن كان هناك قضية قد أثيرت آنذاك، أن هناك شركة بوريزما وهي شركة خاصة بالطاقة، ولم يحدث أي خطأ فيما يخص هذه الشركة. فإنه قد اتهموني أنني لم أقم بعملي على وجه حق، وفي الواقع هذا خطأ. وثانيا، إن من واجه مشاكل في أوكرانيا في الواقع كانت مشكلة حكومية وبين الحكومات، لأنه في الواقع قيل آنذاك أن هناك شيئا مريبا حدث مع ابني أو بين ابني وبين الحكومة، وقد قيل آنذاك أن كان هناك بعض الأموال التي حصلنا عليها من الصين. في الواقع لم أحصل على أي شيء مريب. دعيني فقط أرد هنا سؤالي، هل لي فقط أن أقوم بالرد في أمر واحد؟ أن ابنه لم يحصل على فرصة للعمل لمدة طويلة، وكما تعلمون ربما أنا لا أتحدث عن ذلك، ولكن دعيني أقول أنه لم يكن يعمل لمدة طويلة، ومجرد حصوله على منصبه كنائب رئيس لم يكن ربما هذه أفضل سمعة على الإطلاق، وأنه تم حصوله على حوالي 183 مليون دولار في الشهر كراتبا شهريا. إن كانت هناك كثيرا من التحديات في هذا الصدى السيد ترامب، منذ أن توليت الرئاسة فإنك قمت بدعم شركاتك خارج الولايات المتحدة، وقيل أن هناك حسابا في الصين.
لدي العديد من حسابات البنكية وجميعهم معلومين وجميعهم بكافة العالم. كما تعلمون أنني كنت رجل أعمال أقوم بعمل مختلف والجميع يعلم ذلك. هناك قائمة بحساباتي وربما هذا الحساب كان في عام 2013 هذا عندما قمت بفتح هذا الحساب وقمت على ما أتذكر أنه قمت بإغلاقه في عام 2015. كنت أتذكر أنه مثل ملايين الآخرين الذين كانوا يعتقدون أنهم يقوموا بعقد من ربما صفقة تجارية من خلال الصين، ولكن قمت بإغلاقه. معذرة أنا لست مثله عندما كان نائبا رئيس وكان يقوم بعمل يقوم بتقديم أعمال. أنا كنت ربما في مرحلة قبل ذلك، ولكنني قمت بغلق هذا الحساب حتى من قبل أن أقوم بالترشح لمنصب الرئيس. هذا هو الفرق الكبير. إذا كنت أتحدث عن أنه كنائب للرئيس الأسبق وابنه كانوا يعتنون العديد من الأموال. شكرا سيدة الرئيس. لدي سؤال. نائب رئيس بايدن، فلنتحدث قليلا عن الصين بالتفصيل. سيادة الرئيس ترامب قال أن ما تم من مدفوعات وخاصة في فترة الكورونا لم تكن تلك المدفوعات بشفافية تامة. إنني ألعب في مجال الأعمال طبقا للمعايير الدولية، وإنني دائما أدفع لأن تكون الأعمال في تصاعد مع الصين، ولكن علينا أن نعلم أن إذا كان هناك أي علاقة تجارية مع الصين يجب أن نقوم بتسليم ما تسمى بحقوق الملكية الفكرية. وعلينا أن نفهم أننا قيل لي أننا أثناء فترة كنت نائبا للرئيس قيل لي أنك لن نستطيع أن حتى أن نطير إلى الصين، لكني دائما أبدا كنت ألتزم بالقواعد المعمول بها عالميا. ولكن هو ما يفعله أنه يتعامل مع الرئيس الصيني بصفة ودية بصفة شخصية، ولكن 25% من الاقتصاد العالمي يجب يمر من عبر الصين، ويجب أن نعلم أن هذه هي قواعد وإننا علينا أن ندفع ما يجب أن ندفعه حتى يظل الاقتصاد في انتعاش. معذرة، يجب أن أرد على هذا. عندما نتحدث عن ابنه الذي كان يأخذ ملايين الأموال من الصين، وكان هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك مراسلة قوية جدا تحدث أن أسرتك التي كانت ترغب أن تحصل على عدة ملايين بالعام الواحد. سياسة الصين، ما الذي ستفعله لأن تقدر الصين بداية تسدد؟ الصين تقوم بالفعل بدفع ملايين وملايين من الدولارات، وتقوم بالفعل بدفع للمزارعين. نعم، تعلم أنك تحدث عن الضرائب هنا تقوم بإذهاب للصين. تعلم ماذا جو؟ أن قيمة هذه الفرق العملة التي يتم بدفعه للمزارعين، لأنهم هذا الهدف الذي يستهدفونه. أيضا أقوم بتغريمهم 25%، لأنهم قاموا تعلمين كانوا يقوموا بسرقة. لا شك أن هناك سبب وراء كل ذلك، ولأنه في الواقع أنه لا يتحدث فقط عن الأسرة أو أسرتي أو أسرتك، إنه يتحدث عن أسرتك أسرتكم أنتم. لأن إذا كنت من الطبقة المتوسطة فإنك تواجه مشكلة حقيقية، وهناك مثلا من لا يستطيع حتى أن يقوم بتغيير إطارات السيارة رغم أنه يحتاج إلى ذلك. فهناك من هو لا يستطيع حتى أن يلتحق بالجامعة لأن هذا أمر مكلف بالنسبة له. ونحن بالفعل أصبحنا نواجه مشكلة، وإن واسألوه فإنه لن يريد أن يتحدث عن ذلك. أعطيني 10 ثواني. كما كنت تعلمون نحن نتحدث، دعونا نتطرق لحديث ربما بعيدا عن الصين. دعونا نتكلم هنا عن ربما هذه أمرا سياسيا. هذا الأمر
تم انتخابي من أجله. دون تحدث جو كنت تعلم تحدث عن كوريا الشمالية وقد قابلت سيادة الرئيس أسد كيم جونغ رئيس كوريا الشمالية وتحدثت عن حتى اختبارات الصواريخ أين آنذاك، ولكن لا تزال كوريا الشمالية تمضي قدما في برنامجها النووي. أمامك 30 ثانية. عندما تقابلت مع باراك أوباما وكنا نتحدث بداخل البيت الأبيض كان لدينا حديثا شيقا لمدة 15 دقيقة. قال أن المشكلة الكبرى هو مع كوريا الشمالية. كنا نتحدث وقتها ولم يكن هناك لربما حربا نووية. كما تعلمين أنه هذا الوقت كان ربما يفكر بنفس ما أفكر فيه، أنه ربما هناك اختلافا للعلاقات ولم يكن هناك أي حروب. كما تعلمين ربما من شهرين ماضيين كان يتوسط وقال أنه لا يوجد هناك أي مشكلات. تعلمي بدلا من الحديث عن هناك ملايين من الأفراد على بعض أميال، هناك حوالي 32 مليون فردا في هذه الحال. نائب الرئيس بايدن، إن بالفعل كوريا الشمالية قامت بأربعة اختبارات نووية أثناء فترتك. بالفعل إنهم كانوا في كان هذا ضمن الاتفاق الذي عقدناه مع الصين، وآنذاك أنا كنت في الصين وقيل لماذا تسمحون مثلا لأن يكون انتقال وتحريك مصاريف الصواريخ أقرب إلى الحدود، وقلت آنذاك إن لا تزال كوريا الشمالية من الدول التي تثير القلق في المنطقة، وإذا كان لدينا شيئا أن نفعله هو علينا أن نستمر في سياسة الوقاف، ولكن إن سياساته بالعكس تشجع هذا الرجل. دعني أستمر لأنني قلت أنك لا داعي لأن تقابل رئيس شمال كوريا بدون شروط مسبقة. كان في الواقع شرطي أن يخفض من قدرته النووية وأن يكون هناك منطقة عازلة. فلنعود إلى دعيني فقط أنكم كانوا يحاولوا أن يلتقوا معه ولكن لم يكون بذلك. لم يكن يحب أوباما على الإطلاق، لكنه لم يلتقي معه إطلاق. تعلمي ماذا؟ كوريا الجنوبية بدون أي حروب سيكون لدينا معهم علاقات طيبة جدا. هناك الكثير من الأسئلة ولا زال في الواقع كان هناك علاقة طيبة بين هتلر ومع هتلر آنذاك في الحرب العالمية الثانية، ولكنه في النهاية انتهى باحتلال أوروبا. نحن لا نستطيع لأن نمنع أي، ولكن هذا لم يحدث. معذرة، دعيني أقول أنه كان يرتدي وضعوني بموقف غاية في الفوضى. كان الأمر خطير للغاية. أول ثلاثة أشهر من اعتلائي لمنصة الرئاسة دعوني في فوضى عارمة، وأعتقد أن أوباما كان يعلم أنه كانت هذه أكبر مشكلاتنا. حسنا، فلنعود إلى أحد الأمور التي حدثت هي متعلقة بالرعاية الصحية. اليوم كما تعلمون أنه ما قامت به إيمي كوني بيرغ أن مركز الرعاية الصحية بما أكثر من 20 مليون أمريكي يقوم بالحصول على الرعاية الطبية. كما تعلم أن إدارتك سيدي الرئيس، إذا كانت هناك من قبل المحكمة العليا هناك حوالي 20 مليون أمريكي ربما يستطيعوا أن يفقدوا رعايتهم والإتمان الصحي لهم. حسنا، أولا دعيني أقول أنني قمت بعمل شيء ما لا يعلم عنه الجميع. إذا كنا نتحدث أنني كنت بفسخ أول
ما نسميه بأوباما كير. إنهم قاموا أنني يجب أن أقوم بدفع المزيد لكل الخدمات التي تم فسخها، لأن أوباما كير لا تقدم لا تقدم رعاية طيبة جيدة، وهذا ما كنت أنا بصدده، أن أقدم رعاية صحية أفضل لشعبي للتأكد من أن جميع مرضين. وكنت تعلمين أنه ما نقوم بفعله، ما نريد أن نقوم بفعله هو أن نقوم بفسخ هذا التعاقد. أعلم أن ربما هذا أننا في حالة أننا لم نقم بالفوز ربما سيتم إعادة فتحه مرة أخرى، ولكن مرة أخرى بدون هذه الرعاية التي تقدمها أوباما مانديت من خلال هذا الأمر الرسمي. يجب أن ما أنا بصدد أن أقدمه لكم، أن أقدم لكم رعاية صحية أفضل بكثير. فأريد أن أقوم بإنهاء هذه الرعاية المقدمة من أوباما كير بأمر رسمي، ولربما نستطيع من خلال هذا أن نقوم بالفوز بمقعدنا داخل البيت الأبيض. ولكن مرة أخرى، أن ما يقدم أوباما كير، لدينا هناك حوالي 100,000 شخصا لديهم رعاية صحية وائتمانا صحيا عظيما. ما يقوم جو بايدن بتقديمه أن يقوم بفسخ كافة الائتمان الصحي، وأنه كان ربما يعمل بشكل جيدا لهناك حوالي 180 أسرة أمريكية. ولكن ما يريد جو أن يقوم بفعله أن يقوم فقط من خلال العمل اشتراكي، أن يقوم بإنهاء حوالي 180,000 خطة ائتمانية صحية. ولكن دعني أقول أنني أستطيع. حسنا سيدي بايدن، الآن أنت لديك ربما سؤالي حول ما هي خطتك إذا كان القرار متعلقا من خلال المحكمة العليا بإنهاء هذا. حسنا، إنني سأعطي الخيار العام في أوباما كير، لأن في هذا الخيار إذا كنت مؤهلا لأن تدخل في أوباما كير وليس لديك وسيلة لتسدد ما هو مطلوب، فإننا سنتعامل عبر شركات التأمين المختلفة. كذلك فإن سأقلل التكلفة بالحد من المنافسة حتى نضمن رعاية طبية مناسبة عبر أيضا خدمات شركة التأمين. كذلك فإنني سأحاول أن أقلل من تأثير شركة التأمين الخاصة، لأنني في الواقع إني لا أريد لأن يخسر أي شخص من ميزة التأمين الخاص، رغم أن التأمين الخاص أمر كثيرا ما يعترض عليه الكثير. كذلك فإن هناك موقف نحاول فيه أن نحمي من هو مصاب بأمراض مسبقة أو أمراض مزمنة، لأن في الواقع إني أرى أن ما الخطة المقترحة من طرفه تعتمد على بنية تحتية في هذه الحالة لن تستطيع أن تعطي كافة الضمانات لتقديم الخدمة والرعاية الطبية بالطريقة السليمة. فإن هناك العشرات من الملايين الذين خسروا من التأمين الخاص، ولدينا 22 من المليون آخرون تحت مظلة أوباما كير، وعشر مليون منهم يعانون من الأمراض المزمنة. وقد أضاف حسنا، ربما لدي هنا تعقيبا متعلقا بما ذكره رئيس ترامب، والذي يتهمك بأنك تريد أن تقوم باشتراكية العقاقير. إذا كنت نتحدث عن خيارات ما يقدمه التأمين الطبي لنظام يتعامل بتأمين طبي من جانب الحكومة، أظن أن الأمر أصبح مهزلا. إنه يتحدث عن خيار عام، فإننا نبدو إنها خطة تبدو وكأنها خطة اشتراكية.
في الواقع أنا فخور بالخطة التي أقترحها، لأن في أرى أنها ستغطي كافة احتياجات المجتمع من الرعاية الصحية، وفي الواقع أن هذه ستعطي فرصة بالفعل لأن يضمنوا الرعاية الصحية لأبنائهم. وسؤالي، كم منكم اليوم يستطيع أن يكون قد ضمن ذلك لأبنائه إذا واجه البطالة؟ سيدي الرئيس ترامب، معذرة إذا كنت أتحدث أنه لطوال 74 عاما لم يقوم بتقديم أي شيء، والآن أنه إذا كنت أتحدث عن حوالي 25 عاما مضى هناك من خلال 3 عقود، إذا كنت أتحدث عن أقل من 5 سنوات لم يقوم بتقديم أي شيء، هو فقط يريد أن يقوم بتقديم التأمين الطبي من خلال منظومة اشتراكية. هو إذا كنت أتحدث أنه ليبرالي، إذا كنت أتحدث أنه من منظور الديمقراطيين، يجب أن يقوم باتخاذ التأمين الطبي بمنظورا ومنظومة اشتراكية. سوف يقوم بتقديم، إذا كنا نتحدث عن بنسلفانيا، إذا كان محظوظا بحصول على دعم بنسلفانيا على سبيل المثال، وسوف نقوم. معذرة، هناك سؤالا أنا أريد أن أذكر أنني أحترم جيدا طريقتك الجيدة في إدارة النقاش، ولكن بالحديث عن مادة لدينا عدة أمور نريد بتغطيتها، فدعونا ربما ننتقل إلى النقطة الأخرى. إذا كنت أتحدث عن الاشتراكية، حسنا، ردك سيدي النائب الرئيس. أن من حق المواطن أن يحصل على الرعاية الصحية الكاملة، وإذا كان نظام أوباما كما كان يؤكد ذلك ويؤكد ويضمن أن بالفعل أن يحصل للجميع، إننا نتحدث عن 50 مليون دولار بس على مدار 10 أعوام. هناك من يقول أن الأقساط يجب أن تنخفض، وهناك من يقول أننا نتحدث عن خفض التكاليف، ولكن لا أرى ذلك. حسنا دعني فقط أريد أرد هنا. إذا كنا نتحدث عن الطب الاشتراكي والرعاية الطبية، عندما نتحدث عن اختيار عام، نحن نتحدث أنه سيقوم بتحطيم ميديكير وأن يقوم بتحطيم التأمين الطبي، وهذا سيؤثر على الحالة الصحية العامة للدولة، وهذا ما قام بمحاولته. كما تعلمون أن الحاكم كان حاكما ليبراليا، لكن هذا لم يكن فعالا. حسنا، إنه يحارب جون داني، ولكن إنه يقول إنه سيهزم ويقارئ الآخرين مثل ما يفعل مع جون بايدن، ولكن في الحقيقة إن عندما يتحدث عن الرعاية الصحية ويتحدث عن التأمينات الاجتماعية، فإن في الواقع إن خطته قائمة على مسددي الضرائب، ولكن لن يستطيع أن يفعل ذلك قبل 2023. وفي الواقع أننا أخلط بين الضمان. هو يحاول أن يقوم بفقط استغلال الأمن. كنا نتحدث عن السجلات لعدة أعوام، كان يحاول أن يقوم بضرب الأمن الاجتماعي. حسنا، دعوني سيدي الرئيس أريد الانتقال للنقطة الثانية. دعيني أقول أن إذا تم انتخابي، ولكن إذا تم انتخابه سيكون هناك ضربا بالحالة. حسنا، فكرة أن هناك فرصة لسوق الأموال لأن تنطلق، فإننا إذا نظرنا إلى 3 أعوام من هذه الأزمة، إن البليونيرات في أمريكا قد حققوا مكاسب تصل إلى 7 مليار دولار، ولكن هذه قياساته هو. ولكن ماذا يحدث؟ دعونا نتحدث عن ما سوف يحدث. حسنا، دعيني فقط أتحدث أنه إذا كنا نتحدث عن أنه لم يأتي هنا للحديث، هو فقط يعيش حياة ليست، وهو فقط يترك الجميع كما ترى حال ببنسلفانيا. حسنا، دعني فقط أتحدث أن هناك حوالي أكثر من 11,000 شخصا دون عمل، وهناك أيضا تزايدا بعدد المجاعات والأسر التي لم تكد قوتا ليومها. هذا كما تعلمون سيدي الرئيس، لم يكن لك محاولة أن تقوم بتوفير هذا كما تعلمين.
أنت سيدي الرئيس، نعم أنا الرئيس، ولكن يجب أن أقوم بالعمل على لسوء الحظ. ربما هذه أحد الأمور التي يجب أن يقوم كما تعلم نانسي، نانسي لا تريد أن تقوم بتقديم أي شيء لأنها تريد أن تتحدث عن في 3 نوفمبر. نانسي بلوسي كانت فقط واقفة لا تقدم أي خطط، كما تعلم أنها ربما هناك عدة خطط بما فيها الخطة من الديمقراطيين، لأنك كما تعلم أنها تريد أن تقوم بحلها على مستوى سياسي. قال أحد المحافظين أنه لن يستطيع أن يمرر هذا في حسن. دعوني فقط أتابع معك سيدي الرئيس، لأنني دعيني فقط أقوم بطرح سؤال عليك. أنت المسؤول عن المجتمع الديمقراطي، لماذا لم تقم بمساعدتي في الحصول على تعاقدا مع الأمريكيين؟ وبالفعل كنا نفعل ذلك منذ بداية موسم الصيف، إن كنا مجتمعين وحاولنا بالفعل أن نفعل ذلك. وعندما كنت مسؤولا عن برنامج المعونات، فكان هناك 5 مليارات من الدولارات التي تم الإفراج عنها لكثير من المجتمعات المظلمة، وقد ساعدنا مثلا رجال المطافي والمدرسين ليستطيع هؤلاء قادر في ممارسة أعمالهم والهامة بالنسبة للمجتمع. ولكن قال هو أنه دعهم ولا داعي. حسنا، إذا كنت تحدث عن هناك انتشارا هناك عدد كبير من الجرائم والتي تم ارتكابها من كافة جميعها ارتبك من الديمقراطيين، وربما كانت أحد الأمور التي استطاعوا من خلالها الحصول على الملايين والملايين من الدولارات. وكما تعلمين أنه قاموا بربما سرقة شعوبنا بطريقة غير قانونية، وعندما هذا يحدث وضعيني أقول أنني أريد أن أقوم بمساعدة جميع، ولكن هنا نقول أن هذه كانت أحد حالات كيف لي أن أقوم بحمايتهم وتقديم رعايتهم، ليس بما يتعلق بكوفيد، ولكن من خلال الحالة التي يقوم بطرحها الشعب الجانب الديمقراطي. أنا إذا كنت بالفعل رئيسا ديمقراطيا بالفعل، فإننا أجد أني أرى أن أمريكا يجب أن تزدهر، وإذا وجدت أي شخص يواجه أي عقبة سواء كان من الشرطة أو من المدرسين ومن المعلمين ومن رجال مكافحة الحرائق، فإنني سأقوم بتعويضهم كاملا ضمانا. أريد الحديث عن الأجور، أقل الأجور سيدي الرئيس. إذا كنت تحدث عن ربما الأمور التي وأصحاب الأعمال الذين يعانون العديد، إذا كنا نتحدث عن حوالي 15 دولارا، هذا هو الحد الأقل الأجور. لأن في الواقع أن يجب أن أقدم لهم المعونة، لأنه في الواقع لن يستطيع أن يفيقوا من الصدمة ومن الأزمة التي يعني هناك. إنني في الواقع أن أرى أن المال العام يجب أن ينفق بالطريقة السليمة وأن يدعم مثلا المدارس. هناك وسائل كثيرة، مثلا فتح المزيد من المدارس وزيادة عدد الفصول دعم قطاع العمل، ولكنه في الواقع لا يتيح. سوف نقوم بالانتقال للحديث عن الأجور. دعيني فقط أقول أن نتحدث عن المشروعات الصغيرة، هل نقوم بزيادة الحد الأدنى من الأجور؟ دعيني أتحدث عن ألاباما مختلفة عن نيويورك، ونيويورك بدورها مختلفة عن ألمند، كل ولاية مختلفة عن غيرها. يجب أن يكون هناك تفرقة، هذا أمر غاية في الأهمية. يجب أن نقوم بتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة، وكما تعلمين أنه عندما تقوم بتوفير ذلك ربما سيكون هناك عدم تواجد على الأرض للمشروعات الصغيرة. نعم، إذا كنت حدث عن وضع الحد الأدنى للأجور عند 15 دولارا، إذا نعم أنا أريد أن أخذ هذا بعين الاعتبار، ولكن ما أريد فعلا باعتباره هو أنه لا نقوم بوضع كل هذه الأعمال لربما تكون مختلفة من ولاية الأخرى من مكان إلى آخر. كما تعلمين أماكن مختلفة، ربما لبعض الأماكن يكون 15 دولارا مناسبا، ولكن لأماكن أخرى هذا لم يكون معقولا. حسن سيدي الرئيس، هناك عمل يدعم الفقير، وهناك من العمل التي يصفق لها جميع لأنها تدعم
الأغنياء. يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 15 دولار ضمانا لأن يكون كل مواطن أعلى من مستوى من خط الفقر. سوف نتحدث عن ذلك ولكن لو نتحدث عن عمليات الهجرة. سيدي الرئيس، إدارتك التي قامت بفصل الأطفال عن أسرهم، هناك حوالي 4000 طفلا عند الحدود، ولكن إذا كنت نتحدث عن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقوم الآن بتوصيل أطفال بأسرهم، فكيف لك أن يتم جمع شمل هذه العائلات؟ حسنا، إذا كنت نتحدث هنا أن هؤلاء الأطفال حضروا هنا من خلال عمليات فوضوية، تم إحضارهم إلى هنا وتم إدخالهم إلى الحدود، ولكن لدينا الآن حوالي 4000 ميلا عند الحدود، يجب أن يتم دخولهم بشكل قانوني وليس دون شرعية. كما تعلمين أنه كان ربما قد ذكروا أنني قمت بربما وضع سجون، كان هناك صورة لهذه الأقفاص على صفحات الجرائد، وربما ذكروا أنني قمت ببناء هذه الأقفاص في 2014 عندما ذكر نعم نحن نعمل بأقصى قدر لدينا من العناية أن نقوم بتوصيل هؤلاء الأطفال ونقوم من خلال مجموعات تتم توصيلهم بأسرهم. حسنا سيدي الرئيس، لديك سيدي بايدن ردا سريعا على هذا. أكثر من 500 طفل أتوا هنا مع ذويهم مع والديهم، ولكن في الواقع ما تم على الحدود كان عصيبا عليهم. لا نتحدث عن الكويتي، ولكننا نتحدث عن الأهل والوالدين الذي تم فصلهم عن الأطفال بأسلوب عنيف. دعني أسألك سؤالا آخر. حسنا، نحن قمنا بتغيير السياسة، هم من قاموا بوضع هذه وبناء هذه الأقفاص، من الذي بنى ذلك جو؟ ما حدث أن الأطفال قد تم سحبهم من أيدي والديهم بعنف وتم عزلهم تماما ولم يجدوا هؤلاء الأطفال مكانا. حسنا دعني أسألك، دعيني فقط أقول أنه إذا كنت حدث عن الحدود أنه تم العناية التامة بهم وتم وضعهم بمرافق غاية في النظافة، ولكن دعني أسأل سؤالا واحدا له، من الذي قام ببناء هذه الأقفاص جو؟ حسنا دعني أسألك سيدي نائب الرئيس، إذا كنت حدث عن عملية الوعود التي قمتم بطرحها من خلال إدارتكم حول أيضا السجلات المعنية بحجز المهاجرين عند الحدود. إن الأمر كان يتطلب وقتا طويلا وبالفعل، ولكن في الواقع لم أكن رئيسا، كنت نائبا للرئيس، ولكني كنت واضحا منذ البداية أننا قلت أننا خلال 100 يوم سأقدم للكونغرس طلبا لأن يتم حل تلك القضية، قضية الهجرة بوضوح، ولكن صدقوني أنني سأضع لوائح واضحة وسأمنع لأن يتم ترحيل من هو جزءا من لا يتجزا من الأسرة الواحدة. إن لم يشمل أمر مهم، ولكن هناك من يقول أن هذا ضد قانون وغير شرعي، ولكن لدي أكثر من 20 ألف من الحالات التي سيدي الرئيس ترامب حسن على قرابة 8 أعوام يقول ما يقوم أنه سوف يعمله ودون أي تغيير. لم يكن هناك، إذا كنت حدث عنكم التخلص من عديد الأمور المريعة التي يذكرها، ولكن هناك حوالي 8 أعوام عندما كان نائبا الرئيس لم يفعل أي شيء دون أنه قام فقط ببناء الأقفاص يتم حجز أطفال بها. عندما يتحدث عنه في الواقع هو أن أكثر من أسرة كانت في الواقع جاءت عبر الحدود، ولكن لم يتح لهم أكثر من يوما لأن يمثلوا أمام القضاء، لأن من في الواقع أنه كان قد وضع قانونا أن من يطلب اللجوء كان يجب عليه أن يفعل ذلك خارج الحدود الأمريكية.
في الواقع أن هذا أمر لم يحدث من قبل ولا لم يشهده التاريخ من قبل. سيد السيد رئيس ترامب، لديك ثواني لرد. كما تعلمي أنه لا يعلم أي شيء عن القوانين وعن الهجرة. إذا كنا نتحدث عن الأمور المترتبة عن ذلك، سوف ينشئ وجود أسماء يجب الإفراج عنهم داخل بلدنا، ومن ثم هو يقول أنه أقل من 1% من الأفراد يقوم بالعودة مرة أخرى. دعيني أقول أنه لربما نستطيع أن نقول تستطيع أن تأتوا مرة أخرى خلال عامين أو 3 أعوام وسوف نعطيكم منفاذا. عندما يقول أنهم سيعودوا مرة أخرى، ولكن تعلم ماذا جو؟ لم يعودوا. لربما الأمر الوحيد الذي لربما أكره أن أذكره، ولكن هذه كانت أقل الأمور، أقل النسب. حسنا، دعوني فقط أن ننتقل للنقطة الآخرة. حظا موفقا جو، لديك الرد الآن سيد جو. ما يقوله في الواقع لا تعيد مرة أخرى. حسنا، لو ننتقل، حسنا إذا قمنا بفسخ لا نستطيع، لا يمكننا أن نهتم بذلك. حسنا فلتتفضل. حسنا، دعونا نتحدث عن القسم القادم وهو الخاص بالحديث عن الأفراد الملونين الذين يقوموا بمواجهة العنصرية. إذا كنا نتحدث هذا يحدث بغض النظر عن مدى المستوى الاجتماعي وبعيدا عن مستوى الدخل، وأنه يجب ربما نتحدث عن أفراد الشرطة الذين يقوموا فقط بمواجهة الأفراد ذو البشرة ملونة. سيدي الرئيس، دعني أريدك أن تتحدث مباشرة. لماذا ترى أن هذه العائلات معنية من قبل العنصرية؟ من مقدمي الخدمات الاجتماعية، وفي الواقع أنها عملت كثيرا لهذا الصدد. ومن الأسباب أن شجعتها في ذلك أن أكثر من 90% من الأمريكيين لم يفهموا بالفعل الأبعاد الحقيقية للمشكلة، ولكن لأن في الواقع من يقود العربة في هذه الحالة يجب أن يضع يديه الاثنين على عجل على القيادة، لأننا عندما نرى من يعبر الطريق في هذه الحالة دون أن يكون هناك نوعا من التأمين لحقوق هؤلاء المواطنين، فإنك لن نستطيع أن يكون نضمن أن يكون هناك رضعا. إننا نتحدث هنا عن عنصرية موجودة في أمريكا، ولكن في الواقع إننا يجب أن ندرك إننا دائما أبدا نعمل من أجل أن يكون انخراطا حقيقيا في وانصهارا في طبقات المجتمع، وإننا نحاول دائما أن يكون هناك تعليما أفضل، أن يكون هناك رعاية صحية أفضل لكافة المواطنين. وإن خطتي واضحة جدا في هذا الصدد، وأعمل دائما لأن أن يكون هذا مجتمعا خالي. سيدي الرئيس ترامب، سأل لديك أيضا. دعني أتحدث، أن أريدك أن توجه كلام مباشرة لهذه الأسرة. حسنا، مرة أخرى دعيني أقول أن نحن نتحدث عن خلال 75 عاما لم يقدم أي شيء، بغض النظر عن عندما ما قدمه للمجتمع ذو البشرة الملونة، والذي ربما نعتهم بأنهم أفرادا معنيين في عام 1994. لم يقدم أي شخص أكثر من دونالد ترامب لمجتمع ذو البشرة الملونة، ربما باستثناء إبراهيم لينكولن. مجرد استثناء إبراهيم لينكولن، لم يقم أي شخص بتقديم أي أمور في صالح المجتمع ذو البشرة الملونة. لا أعتقد حتى أنهم قاموا بمحاولة، ربما لأنهم يكون لديهم أي فرصة لتقديم. لكن كما تعلمين
الفلسطينيين أنهم فقط قاموا بفرض العنصرية أكثر، والجميع يعلم أنه أيضا ربما عددا من الليبراليين الذين قدموا إلى مكتبي وقاموا بالبكاء أنهم تم خلال الإصلاح العدالة لم يكن هناك ربما في كارولينا لم يكن هناك فرصا لهم أن يقوموا بتقديم برامج ناجحة تكون تعمل على الاستثمار أكثر في مجتمعات أفراد البشرة الملونة. وإذا كنت أتحدث حتى عن تقديم الفرص المناسبة والمعادلة ومساوية لهم حتى بالجامعات والكليات، كما تعلمين هم جاءوا إلي وقالوا ماذا لدينا، يجب أن تأتي لربما كل عام لأن سيد أوباما لم يعطهم تمويلا. أنا قمت بتقديم ذلك على غرار 10 أعوام خطة لتمويلهم، وكنت أن ربما الجزء الوحيد أنه لا أريد أن أراك، ربما لا أراك مرة أخرى، وهم يحبونني وأنا أحبهم، وكما تعلم هذا أيضا في الجامعات والكليات. إن رد فعلي إنني لم أقل أبدا ما يتهمني به. في الواقع منذ أن بدأت الأزمة آنذاك فإنه هو نفسه قال أن هناك أننا نحتاج المزيد من سيكون من نزلاء السجون، وقد تحدث آنذاك عن العصابات، من العصابات من الشباب والذين كانوا يمرحون عبر المدن المختلفة، وأنه على مدار فترته في الواقع قد زج بهؤلاء هؤلاء إلى السجون، وإنه بالفعل قد عفى عن 20 منهم، ولكن في الواقع كان يجب أن يفعل ذلك لأكثر من 2000 من الحالات الظالمة. ولكن كذلك عندما كنا في موقف ما عند تم خفض عدد السجناء بعدد 38,000 في الواقع، أننا قلت أنا نفسي لألا يكون هناك حد أدنى للإعفاء، وفي الواقع أنني كنت أفعل ذلك لأنني كنت أحاول أن أساعد من مدمني المخدرات الذين في الواقع كانوا، ولكن لم تقم بعمل ذلك من 4 أو 5 أعوام مضت. لماذا لم تقم بفعل ذلك عندما كنت نائبا للرئيس؟ أنت فقط تقوم بالحديث فقط، ولكنك لم تقم بفعل أي شيء. أنتم لا تقوموا بفعل أي شيء جو. أتعلم ماذا جو؟ أنا فزت بالانتخابات بسببكم، لأنكم لم تقوموا بتقديم أي شيء. ولربما لولا ما أنكم لم تقوموا بفعل شيء لربما لم أكن أنا من نجح بسباق الانتخابي للرئاسة. حسنا سيد بايدن، عفوا، أتمنى ألا ينظر إلي كثيرا. في الواقع أنه يعلم مني، ولكن أنتم تعلمون شخصيته وتعلمون شخصيتي. أنت تعلمون أن سمعتي جيدة ونظيفة، أننا نتحدث دائما بمنتهى الصراحة، أننا نتحدث بالفعل عن الشخصية الأمريكية التي ستحدث في هذه الانتخابات. معذرتين، كنت أتحدث عن الأمور المتعلقة بروسيا و أوكرانيا والعراق. إذا كان هذا حقيقيا فإنه قام بتزييف ووضع الفساد على الأرض. أنت من قام بإفساد السياسيين. أظل أن أتحدث عن هذه إذا كنا نتحدث أن هذا لم يأتي من الجحيم. لأنني لا زلت أتحدث عن العنصرية سيادة الرئيس ترامب. هناك 54 من رجال المخابرات الذين قالوا أن هذه خطة روسية، وحتى 5 من رؤساء CIA السابقين قد أكدوا هذا. في الواقع أن تعني أن الكمبيوتر المحمول كان فقط من روسيا فقط. أنت تتحدث فقط عن الكمبيوتر المحمول أنه فقط جاء من روسيا. لمدة أنك تمازحني جو. لا أستطيع أن
صديق هذا. الرئيس لقد قمت بوصف حركة السود بأنها حركة إجرامية في الواقع، ولكن ما الذي تقوله إلى الأمريكيين لتقول لهم أن الرئيس الأمريكي بالفعل أنها يحسن؟ دعيني أقول أنني ربما كنت أتحدث عن الأمر الأسود هنا، كنت فقط أتحدث عن ربما بعض من الأمور التي ذكرتها. هذه كانت ربما المرة الأولى التي أتحدث عنها، كنت أعتقد أنه أمرا جنونيا. كنت أعتقد أن علاقاتي مع الجميع كانت علاقة طيبة، أن ربما أقل شخص هنا يتحدث أو يكون عنصريا. لا أعلم ما يجب أن أقوله هنا. أنا أتحدث أن كل هذه الأمور التي قمت أغضب عن الاعتبار أنكم بإنهاء العنصرية. لا أعلم ما يجب أن أقوله هنا. أنا أقلكم عنصرية هنا. هذا ربما يجعلني حزينا، لأنني أعلم أنني أقلكم عنصريا. أنا حتى لا أستطيع أن أرى الحضور هنا لأن القاعة مسلمة، ولكن دعيني أكرر أنني أقلكم عنصرية هنا. سريعا جدا، ولكن أبراهام لينكولن بالفعل كان بالأكثر أقل فعلا رئيسا، أقل عنصرية في رؤساء الأمريكيين، ولكن في الواقع إنه قد قام بحملته آنذاك قائلا إنه كان يتهم المكسيكيين بأنهم المغتصبون، وقد اتهم الآخرين لأنهم مثلا يدعمون الإسلام. ولكن آخر مرة عندما كنا هنا كان قال أنني سأنزل الشارع وسأكون جاهزا لمواجهتك سيادة الرئيس. أمامك 10 ثواني. كما تعلمين ربما أشار إلى إبراهيم كولن. ماذا علاقة إبراهيم لكن بما نقوله؟ لا، أنا ذكرت أنه ليس منذ أن كان إبراهيم لينكولن لم يكن هناك أي شخص على الإطلاق قدمته أنا للمجتمع البشرة الملونة. ليس من بعد إبراهيم لينكولن مثلك، أنت لم تعمل أي شيء على الإطلاق. أنت فقط لم تقم إلا بالأفعال الإجرامية. كما تعلم أن هناك حوالي السجون مليئة بالأفراد السود في فترة حكومتكم. كما تعلم هذا لربما تم معاملتهم بشيء من العنف. أمامك فرصة للإجابة على هذا الأمر في فترة من الثمانينات والتسعينات، حيث تم زجب بالفعل بكثير من السود في السجون، وهناك الكثير من الأسر التي لا تزال تعاني من ذلك اليوم. فما هي رسالتك لهم؟ إنني رسالتي أن 100 من السناترز قاموا بالدفع لقانون يحمي هؤلاء المدمنين. وفي الواقع أنني ضد أن يزج بأي شخص في السجون مجرد لكونه مدمن أو لمجرد أنه عبر الحدود. وفي الواقع أنني قمت بوضع نظاما من المحاكم لحل مشكلة هؤلاء المدمنين بطريقة قانونية وشرعية. هذا لم يفعله الجمهوريين، ولذلك فإنني أؤكد لك أن ما حدث في شأن قوانين هؤلاء لكن لماذا لم تقم بفعل ذلك؟ كما ترى هو فقط يقوم بالحديث، هو فقط يتكلم، لم يأخذ أي خطوات. هذا ما سوف أقوم بفعله عندما أكون رئيسا، ولكن عندما كنت قائدا لمدة 8 أعوام كنائبا للرئيس لم تحرز أي هدف، لم تفقد تتحدث ولا تأخذ أي هدف. كثير 38 من السجناء أنتم لم تقوموا بفعل أي شيء، وتم إفراجهم من السجون الفيدرالية، وأكثر من 1000 منهم حصلوا على إعفاءات. أين هذا القانون؟ أين هذا القانون لليوم؟ إننا ما نفعله في أقسام الشرطة أصبح كان قد اختلف كثيرا عما يحدث اليوم أيضا.
إننا قد إذا كنا قد خسرنا الانتخابات مرة فإني هانا أقدم على هذه. دعيني فقط أن أقول سؤالا واحدا، لماذا لم تقوموا بفعل ذلك في فترة حكمكم لمدة عام 8 أعوام؟ كنتم تقولوا أننا كنا سوف نقوم بذلك، كنا سنعمل هذا، لم تكن فات أي شيء. تقول أن هناك عددا من أصحاب البشرة الملونة بالسجون، لماذا لم تخرجوهم من السجون؟ لأنكم فقط تتحدثوا ولا تأخذوا أي إجراء. أنا أنتقل إلى الأسئلة التي تبقى. إننا نتحدث عن حسن، هل تتحدث عن ذلك جو؟ جو ماذا تقوله؟ إذا كنت تتحدث عن أيضا الإصلاح المتعلق بالعدالة الديمقراطية عددا من الإجرامية. إننا سنتحدث عن التغير المناخي. سيادة الرئيس ترامب قد قلت أن هناك كثيرا من القوانين كان يتعين علينا أن نغيرها لنجابه ونواجه مشكلة التغير المناخي. فما هي المقترحات التي تأتي بها سيادة الرئيس ترامب؟ حسنا، لدينا كما تعلمين هذا البرنامج، لدينا عدة برامج مختلفة، وأنا حقا أحب جدا البيئة والبرمجة البيئية والمناخ الأنظف. لدينا أفضل عدد في عمليات، أفضل رقم في انخفاض معدلات الانبعاثات والكربون. ولكن كنت حدث ربما جو لم يكن على علم هذا، ولكن أنا سمعت أوباما يقولها أن لدينا أفضل انبعاثات كربونية والتي ربما لم تترأى على مدار 53 عاما تحت هذه الإدارة. نحن نتعامل بشكل جيد جدا. هذا ما ذكره. دعونا نتخذ عن ربما رؤية عن الصين. انظروا إلى الهند، انظروا إلى روسيا. المناخ هناك مليئا بالتلوث. إذا كنت تحدث عن مليارات الدولارات، إذا كنا نتحدث عن هذه الخدمات التي نتحدث في تقديمها لنا، أنا لم أقوم بالتضحية بالآلاف والآلاف والآلاف من الشركات، لم أقوم بتضحية بمليارات الدولارات. لأن نتحدث عن روسيا الآن تعود مرة أخرى في انحدار، ونحن لربما كنا على غرار أن نقوم بتدمير مجتمعاتنا، ولكننا لدينا أفضل انبعاثات للكربون، أفضل مياه نقية وأفضل هواء، ولم نكن بتخريب آية من صناعاتنا. دقيقتين في هذا الصدد. هنا التغير المناخي والاحتباس الحراري أصبحت مشكلة عالمية، وأمامنا التزام أدبي أمام العالم في هذا الصدد، لأن الوقت قد أزف ولن نستطيع أن ننتظر 8 أو 10 أعوام لندخل التغييرات، لأن ما يتحدث عنه هو مجرد تغيير وتنظيف للجو، ولكن في الواقع أننا سنواجه كثير من المشاكل. وفي الواقع أنني تحدثت مع كثير من المنظمات التي تساند حركة الحفاظ على البيئة، فإنني سأقوم مثلا بتركيب أكثر من 50,000 محطة لتموين السيارة الكهربائية على الطرق الأمريكية، وإنني أسير في ذلك على مثال ما يحدث في الصين، وأستطيع بالفعل بهذا النظام أن أقوم بتوفير مئات الملايين من الدولارات التي تنفق هباء. في الواقع أننا أستطيع بذلك أيضا أن أوفر فرص عمل بمئات الآلاف بذلك، ولكن إن خطتي في الواقع ستتيح فرصة لخلق أكثر من 18 مئة ألف
فرصة عمل ولا أتحدث فقط عن حسنا دعيني فقط أتحدث أن أقولها بجدية أن هناك حوالي 650,000 دولار سوف يتم استقطابهم من الأسر وفقا لخطته وفقا لاستراتيجيته وبرنامجه. إذا كنت أتحدث عن هذا لا يعلم شيئا على الإطلاق عن التغير المناخي، لا يعلم شيئا عن المناخ، وهذا لربما يحدث من خلال AOC بلاس 3. ولكن تحدث أن هذا يكلفنا حوالي 100 مليار دولارا إذا كنا لدينا التاريخ الأفضل لمدة 100 عام. أنه إذا كنا نتحدث عن هذه المباني التي يتحدث عنها أن نقوم بتوسيع أو ربما استخدام نوافذ أكبر أو نوافذ أصغر، هذه ربما أكثر خطة جنونية ربما سمعت عنها على الإطلاق. إذا كنا نتحدث عن الأفراد الأذكياء، هذا ربما بكل صراحة لا أعلم إذا كانوا يريدوا أن يقوموا بصرف هناك حوالي 100 مليار دولارا على فقط بناية مباني جديدة بنوافذ صغيرة. هذا يعد جنونا، هذا ضرب من الجنون. فلنسمعه أولا. أنا لا أدري من أين أتى بتلك الأرقام. 100 تريليون دولار. أعطني فرصة لأن أستطيع أن أفهم عمق هذا الرقم. إننا نتحدث عن القوة العاملة، إنها بالواقع تلك القوة العاملة أصبحت تواجه أكبر أكذوبة في تاريخ أمريكا. لأن في الواقع إنها يظن أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كافية لأن تحل الأسباب. وعندما نتحدث عن حد أدنى للأمور $15 فإننا لن نستطيع أبدا أن نحقق. معذرة، لدينا هنا ربما طاقة مستقلة من الدرجة الأولى. نحن نتحدث أننا بحتاج للطاقة، نحتاج أن يكون لدينا طاقة مستقلة. أعلم أنه ما تقوم بالحديث عنه ربما سوف يقتل كافة الطيور ويكون لديه عدة من المشاكل. وإذا كنا نعني ببناء النوافذ كنموذج الصين وروسيا، أن يكون هناك ربما هذه الطوحات الهوائية. إذا كنا نتحدث أن كنا أيضا بالحديث عن الغاز الطبيعي، أنا بالحقيقة محبا للطاقة الشمسية، ولكن دعني أقول أنها ليست فعالة، لا تستطيع أن تقوم بتشغيل المصانع الكبرى. إذا كنا نتحدث عن تعلم أننا سنكون حتى أننا نريد أن يكون لدينا اقتصادا عالميا من الدرجة الأولى، ولكن ما تقوم بفعله سيقوم بتدمير الاقتصاد. ودعيني الآن دعيني أسأل عن فراكز. أعطي فرصة لسيد بايدن حدث. إنني ولكنه قال ذلك على الشريط. ضع فعلا نشر الفيديو على موقعك الإلكتروني. إنها كلها أكاذيب. إنني أعلم أن إننا نحتاج إلى المزيد من الصناعات لندعم الاقتصاد ولنستطيع أن نخفض من انبعاثات الكربونية. ولكن أن نتحدث عن الفراكينج وهو ثبات القاعدة الصناعية، وإذا كنت أتحدث عن الاستثمار الصحيح فهو ذا صحيح. ولدي سؤال آخر. معذرة، هو كان يقول أنني سوف أقوم بعرض هذا لكم بالغد، أنه كان سيستخدم المخلفات الصلبة، ولكن عندما ذهب إلى بنسلفانيا لأنه كان ربما نظيره. نتحدث عن الثبات على الأراضي الفيدرالية. دعوني أن أسأل هذا السؤال الأخير في هذا الجزء ثم ننتقل إلى الجزء الأخير. أنت سيادة الرئيس، أنت تعلم أن كثيرا من السود الذي يعمل في مجال الصناعات البترولية والبتروكيميائية، وأنت تعلم أن هناك من كثير من تلك المصانع تعتمد على هؤلاء. لماذا لم هذه الأسرة نتحدث عنها قاموا بالفعل بحصول على العديد من الأموال وتم حصولهم على الأعمال. إذا كنا نتحدث عن ربما الأموال
الأمور التي قمنا بمواجهتها من هذه الجائحة. إذا كنا نتحدث عن الأرقام التي يتحدث عنها، لربما أنا لدي فقط 3 سنوات، ولكن كان لديهم 8 أعوام. إذا كان لدينا عشرات المرات لهذه الأمور، لم أستطيع الحصول على الإحصائيات، ولكن كما تعلم أنهم قاموا بالحصول على العديد والعديد من الأموال، وأنا قمت بحماية ذلك وحفظ ذلك ربما من 9 أشهر مضت. نحن قمنا بالفعل بالحفاظ على العلاقات مع المكسيك وروسيا والسعودية، أن يقوموا بالفعل حماية علاقتهم. كما تعلمي أن الغازولين غالي وباهت الثمن. ثم أأتي بالسؤال الأخير. إن ردي إن هؤلاء هم الطبقة التي تضمن لنا الأمان. لأننا عندما نتحدث عن معامل التكرير، وأنا أتذكر عندما رأيتهم على ضفاف النهر، فإن في الفعل كنت أعلم أن هؤلاء هم فعلا الذين يدفعون بصناعة البتروكيماويات إلى الأمام. وهناك من عانى كثير، بل هناك من أصيب بالسرطان بسبب ذلك. ولكن سؤالي يظل: ماذا نفعل لنحمي هؤلاء ليكون هناك وسيلة للوقاية؟ والسؤال الأخير لكم: هل قمت بإغلاقها؟ حسنا، هذا تصريحا هاما، لأن في الفعل إن صناعة البترولية أرى ذلك مليئة بالتلوث. وهي بالفعل إذا كنا نتحدث عن الطاقة النظيفة، هذا يحتاج إلى وقت، ويتعين علي أن أقدم الدعم للصناعات البترولية بأشكال. نحن في الواقع قمنا ربما في الحديث عن الأعمال هذه، هذا خطأ فادحا، لأن هذا سوف يقوم بتدمير كافة الصناعات. هل تتذكر معي ما حدث بأوكلاهوما وبنسلفانيا وتكساس وأوهايو؟ 10 ثواني. إنه يخرج عن النص، ولكن علينا بالفعل أن نصل إلى انبعاثات قدر صفر، وهذا بحد أقصى. هل تقوم باستدعاء الصين لتقوم بتنفيذ ذلك؟ حسنا، بالفعل هذا سيقوم بعزيز لسيادة الرئيس ترامب. تخيل أنك قد بالفعل تم انتخابك، وما هي رسالتك الأولى للأمريكي؟ يجب أن يكون لدينا بلدة ناجحة. نحن الآن نقوم بإعادة تشييد وإعادة بناء من خلال تقديم 11,000 فرصة عمل، ولكن دعيني أقول أنه ربما كانت لدي اتصالات أتلقاها من الأفراد الذين لم أعتاد على مواصلتهم من قبل، وكان ربما عددا كبيرا من أفراد ذو البشرة الملونة وأفراد من الآسيويين والنساء الذين قاموا بالتواصل معي. وتعلمي ما شيئا ما أنهم كانوا يريدوا أن يتم توحيدهم. دعينا نقول أن النجاح هو الوحيد الذي يستطيع أن يتم توحيدنا وتجميعنا مرة أخرى. هو يعلم مرة أخرى أنه لا يجب أن يقوم بوضع آية لوائح للضرائب، كما تعلم أنه إذا كنا نتحدث عن هذه الحياة التي يجب أن نقوم بحياتها، ربما سوف تكون في هذه البلد. ما هي الكلمة التي توجهها إلى الأمريكيين إذا تم انتخابك؟ سأقول أنني كرئيس لأمريكا أنا أمثل كافة الأمريكيين، وسأضمن لكم تمثيلا حقيقيا
في كل ظروفه، وسألغي من فكركم الخوف أو الخوف والرهبة من المستقبل. إننا نستطيع معا لأن نبني الاقتصاد وأن ننمو به وأن يحدث بالفعل طفرة كبيرة في الاقتصاد بطاقة نظيفة بالفعل، وسنكون مثالا يحتذى به من العالم أجمع. وما أتحدث أيضا عنه أننا نتحدث عن الشرف واحترام الأمريكيين، وأن يحصل الجميع على هذا الحق باعتبارهم مواطنين أمريكيين أحرار. أود أن أشكركم جميعا وأشكركم فعلا لتلك المناظرة سيادة الرئيس ترامب ونائب الرئيس بايدن. أشكر جامعة بيلمونت وأشكر كل المشاهدين. إننا سنلتقي بإذن الله يوم الانتخابات في 3 نوفمبر بإذن الله. موفقين. شكرا جزيلا.